توجد في البلدة القديمة عدة مدارس، حول الاحتلال بعضها إلى ثكنات عسكرية. تقلص عدد الطلاب في مدارس البلدة القديمة، فالتعلم في هذا المحيط محفوف بالمخاطر والمجهول. صباح الخير. And who are you? Who is she? Spanish? Can I see your cards? معي؟ بروديوسر. ماذا معه؟ مفكاه يعني. مفكاه كيف؟ مفكاه؟ بروديوسر. كيف؟ يفه، אבל היא צריכה גם שיהיה לה תעודת עיתונאי. למה להם תעודת עיתונאי? זאת חדה שעובדת אותנו. אבל תודה שהיא צריכה תעודת עיתונאי. כן, תודה. Every morning when the school open, come for some patrol just to check if the Palestinian children can go to the school, if there is no problems with the settlers, if the teachers can go to the school also. And here is a Cordoba school, which is a school for girls. So we used to do a morning patrol every time, which is inside the TIPH mandate. صباح الخير. You have a settlement here, you have a checkpoint. Sometimes it happened that they received stones, so maybe the children can be afraid to come because it's small girls. So we are here just to be a kind of international eye. تدل على عمل دخولا. هلا دخل شو مصدرها؟ دخل فعل ايش؟ دخل ماضي مبني على الفعل. المعلمه فاعل مرح. يعني بدنا ندخل الجندي يحكي مع الكلبين يقربوا منا. خلونا احنا في المنطقه لسه ما بعدناش الا الكلبين هاجمين. يعني انا شفت المنظر قدامي مرعب جدا، لانه يعني طالبات مدرسه اطفال هدول انا يعني انجنيت عليهم، انجنيت والله. دي سفرها لما وقعت على الارض لولا معها شنطه عض الشنطه الكلب. يعني احنا مستحيل نقدر ندافع عن حالنا، لانه اذا جينا ندافع عن حالنا على طول بيضربونا هم الجيش. يعني المستوطنين هم بيحاولوا يضربونا، احنا مش لازم نعمل لهم ولا شيء، لازم تم ساكتين ما نعملش ولا شيء. هيك يعني بس طريقه معينه نقولها انتوا اشردوا، بس عليكم تشردوا واحنا نفلت مستوطنينا زي ما بدنا. هيك يعني بالنسبه لنا. كسروا الازاز من جوا، اضافه لانهم كسروا الازاز هون غرفه عندي، كمان كسروا ازاز الغرفه هاي. وطبيعي بما انه الموقع كثير حساس وصعب، لحد الان ولا حدا راضي يجي يشتغل يصلح الازاز. بحر مع بعض. بحر 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 بحر. حرفين اياها، شو اول حرف؟ ب. ب. ثاني؟ اح. اح. و ار.
الحالة النفسية كتير بتأثر على الطالبات في الدراسة. فالبنت اللي بتجي من بيتها على المدرسة خايفة طبعا طول النهار بدها تكون يعني نفسيتها تعبانة, بتتقبلش اللي بدها تحكي لمعلمة. وكمان الظروف المالية, المنطقة هذه ظروفها المالية كتير تعيسة, المنطقة البلد القديمة معظم الأبياتهم بيشتغلوش, فالبنت اللي بيكون ظروفها المالية تعبانة, ظروف النفسية تعبانة, فطبعا هذا كله بده يأثر على الناحية التعليمية. تن طيب الأف مع تنوين الفتح, يلا شو بدها تصير؟ يلا يا سعد اطلع. أثناء العودة من المدرسة للبيت كمان نطلع في وقت محدد, يعني الصفوف الصغيرة أنت مثل ما أنت سامع صوت صفوف من أول لرابع, هدول عندهم 5 حصص اليوم, بقية الصفوف عندهم 6, بيضطروا يستنوا الحصة السادسة علشان يروحوا كل الطالبات مع بعض للبيت, وطبيعي هذا لتلافي الاعتداءات المستوطنين على الطالبات. أول ما جبناها على البيت يعني ما كنت أتوقع تيجي تتربى هون يعني في بيت أهلي, كنت أكرهها يعني, كنت أظني بعيدة عنها, ما بدي أحكي معها, ما بدي أشوف شو صار لها, ما بدي يعني أغير لها, كل هذا الأشياء كنت رافضها وتركتها لماما. كانت متوترة جدا جدا, فكنت أنا أمثل دور أمها وأرضعها حتى لو ما في حليب, على أساس تعتاد تأخذ من أمها كمان شوي لو هديت نفسها. ليلة قبل ما تصير سنة أكيد اتذكرت هذا الحادث, طلعت عليها يعني لفداها انت بتلعب, مي مش سائلة عن اشي, مش عارفة اشي, يعني حاولت اني امرق هذا اليوم بدون ما اني اتذكر هيك اشي, ما قدرت, ايش خلص اتذكرته هذا اليوم, مرق علي زي اليوم اللي استشهد فيه زوجي, كأني موعودة بهذا التاريخ. كالعادة عم المستوطنين كمان حريقة, ودخلت النار والدخنة عنا على البيت, فهي ظل مأثر عليها لأنه كان قبلها فحص, قبلها بأسبوع الولد طبيعي, فلما راحت تفحص الفحص الشهري اللي قبل يومين إلا هو متوفى. الله, تاني مرة بيروح لنا ولد, وهي ولد, ولدين راحوا له. مم.